وللمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله الدكتورة إيناس حمدان، مدير مكتب الإعلام للأونروا بقطاع غزة. دكتورة إيناس، بعد التحية، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر قرار بعض الدول المانحة بتعليق دعم الأونروا؟ أهلا بك. بالتأكيد قرار تعليق الدعم من 16 دولة هي من أهم الدول المانحة التي دائما كانت تدعم الأونروا وتقدم لها التمويل اللازم، سيكون له آثار بالفعل سلبية بل وربما كارثية تحديدا على منطقة قطاع غزة. يعني الأونروا منظمة إنسانية معتمدة على التطوع، على التمويلات الطوعية من هذه الدول، وبالتالي بدون هذه الأموال الفجوة المالية ستتسع، وبالتالي لن نستطيع استكمال تقديم الخدمات الأساسية والإغاثية المنقذة للحياة، ليس فقط في غزة ولكن في يعني باقي مناطق عملية الأونروا. الأمر يشتد أكثر في غزة لأن الحرب لا تزال مستمرة وهناك خسائر كبيرة، والأونروا تحديدا في غزة تقدم الدعم ليس فقط للاجئين في هذه الأثناء ولكن لجميع سكان المنطقة من خدمات غذائية، لوجستية، صحية وغيرها، وبالتالي يعني هناك يعني آثار بالفعل كارثية لإيقاف هذا التمويل. طب دكتور إيناس، يعني في أي إطار يمكن النظر إلى وقف تمويل الأونروا في ظل أن التحقيقات لم تستكمل بعد ولم تسفر عن تورط أي طرف حتى الآن سوى الادعاءات الإسرائيلية؟ لماذا أعمدت هذه الدول على الاعتماد على الاتهام الإسرائيلي دون انتظار نتائج التحقيقات؟ طبعا هي هذه اصلا اتهامات وادعاءات، وحتى اللحظه هناك تحقيق جاري في هذا الموضوع وهناك تحقيقات مع الاطراف المعنيه لاخذ المعلومات، وهناك ايضا لجنه خارجيه، لجنه مستقله قام بتعيينها الامين العام وبالتشاور مع المفوض العام للأونروا، ترأسها هذه اللجنة المستقلة السيدة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، وتتعاون مع 3 معاهد بحثية حقوقية للتحقيق في لوائح الأونروا والتعليمات التي تتعلق بالأمور الحيادية. يعني ما أود قوله أن هناك تحقيق خارجي مستقل في أعلى سلطة تحقيق في الأمم المتحدة، وهناك أيضا تحقيق تقوم به الآن اللجنة الرقابية الداخلية في الأمم المتحدة. سيكون هناك يعني توصيات للتحقيق الداخلي خلال تقريبا خلال أسابيع، وبالنسبة للجنة الخارجية المستقلة التي ذكرتها منذ قليل يعني ستقدم توصيات وتقرير نهائي ربما خلال 2 شهر. بالتالي الأونروا يعني أخذت هذه الادعاءات على محمل الجد من أجل مصلحة الأونروا، من أجل مصلحة 5.9 مليون لاجئ ليس فقط في غزة ولكن باقي مناطق عمليات الأونروا. تعلمين أننا نعمل في غزة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، الأردن، لبنان وسوريا. يعني خدمات الأونروا يعني ستتأثر كثيرا بموضوع الدعم، وبالتالي كان يجب على المفوض العام، ارتأى المفوض العام أن يكون هذا القرار في مصلحة اللاجئين وخدمات الأونروا المنقذة للحياة في المنطقة كلها ليس فقط في غزة. نعم، دكتور إيناس حمدان، مدير مكتب الإعلام للأونروا بقطاع غزة، شكرا جزيلا على هذه المداخلة.